السلام عليكم ورحمة الله. موضوع فيديو اليوم التلفاز من نوع سامسونج 32 بوصائل LCD به مشكل على مستوى الشاشة. سوف أقوم بتغيير له شاشة، والشاشة التي سأقوم بتركيبها هي هذه الشاشة. هذه سأخذها من هذا التلفاز من نوع توشيبا، حتى هو 32 بوصة ولكنه LOD. إذن هذا هو فتابعه. إذن هذه هي شاشة سامسونج، وهي من صنع شركة سامسونج أيضا، وهذا هو ترقيمها. ولدينا هذه الشاشة، هذه من شركة LG، لديها تيكون كما تلاحظون. إذن أول شيء علينا فعله هو البحث عن داتا شيت خاصة بهذه الشاشة، وداتا شيت خاصة بهذه الشاشة، ونقوم بالدمج. وكما أشير دائما، فإن الشاشات لديهم نفس مبدأ الاشتغال، مثلا إشارات الصورة أو إشارات الـ LVDS خاصة بهذه الشاشة، نفسها سوف نجدها في هذه الشاشة. هذه الاختلاف فقط في هذا الكونيكتر هذا، أو في كابل LVDS يكون الأسلاك يعني معكوسة. إذن هذا هو. أنا لقد وجدت أو بحثت عن داتا شيت لهذه الشاشة، وبحثت عن داتا شيت لهذه الشاشة. سوف أريكم الآن ما سوف أقوم به بالتفصيل، فتابعوا. إذن هذه الداتا شيت الخاصة بتلفاز أو بشاشة LG، وهذه هي الداتا شيت الخاصة بتلفاز سامسونج. لاحظوا كونيكتر تلفاز سامسونج البين 30 و29 و28 و27 و26 أيضا، خاصين ب 12 فولت. إذن في شاشة LG في الكونيكتر التغذية 12 فولت، فهي في البين رقم 1 و2 و3 و4. رأيتم الاختلاف؟ بالنسبة لإشارة LVDS، إشارة الصورة، فهي نفسها، ولو أن هذا مثلا هذا الحروف هذا مثلا RA سالب و RA يعني موجب، سوف نجده هنا مكتوب LV0 و LV0. لاحظوا هنا، اعتذر، N تعني نيجاتيف أي سالب، و P تعني بوزيتيف موجب. هاد الإشارات هادو راه نفسهم، نفس هادو الـ RA والـ RB، فهما LVDS ريسيفر سيجنال، السالب والموجب. إذن سوف نقوم بتلحيم هذا الـ RA سالب مع LV صفر نيجاتيف سالب، وهكذا. وهنا LVDS كلوك سوف نجده أيضا هنا مكتوب R كلوك، أو LVDS ريسيفر كلوك سيجنال، أي سالب وموجب. إذن سوف نقوم بتلحيم هذه الأسلاك مع بعضها. أيضا لدينا هنا LVDS سيلكت، هو خاص يعني بتعديل الصورة الشبحية، نفسه سوف نجده يعني في كونيكتر سامسونج. هذا هو في البين 21، هنا موجود في البين رقم 9. إذن نقوم بتلحيم هذه الإشارات مع بعضها، وإن شاء الله سوف تشتغل يعني الصورة. إذن هذا هو. فالعملية يعني جد بسيطة، يعني لا مشكلة فيها. إذن سوف نحتاج إلى كابل على هذا الشكل، كابل LVDS يكون يعني متوافق مع هذا الكونيكتر في التيكون، ونقوم بتقطيع هذا الأسلاك أو تقطيع هذا الكونيكتر هذا، إزالته، ونقوم بتلحيم الأسلاك، أسلاك التغذية، أسلاك يعني الإشارات LVDS، وأسلاك GND أو الجراوند الأرضي، وهكذا. سوف نلحمهم في مذربورد تلفاز سامسونج. إذن سأقوم بتلحيم الأسلاك في هذه المنطقة أو في هذه النقاط هادو، ومخصصين بكابل أو بكونكتر LVDS، والجميل يعني كل نقطة مكتوب ماذا تعني أو الإشارة الخاصة بها، فهذا سوف يسهل علينا الأمر حتى وإن لم نجد
الداتا شيت الخاصه بهذه الشاشه لسامسونج هذه. ويوجد ايضا يعني كونفرتر يباع جاهز بحيث نلصق كابل ال في دي اس من جهه ويعطينا من جهه اخرى كابل يتوافق مع تيكون ال جي. هذا الكونيكتر او هذا الكونفرتر هذا غير متوفر يعني في المنطقه التي اقطن بها، فلهذا سوف استعمل طريقه تلحيم الاسلاك. تابعوا. اذا هذه النقاط التي سنلحم عليها الاسلاك، ولاحظوا كلمه الاشارات تبتدئ دائما بحرف تي، وهذا اختصار لكلمه ترانسميتر، لان المذربورد هي التي يعني ترسل، ترانسميتر يعني ارسال، هي التي ترسل الاشارات. ولاحظوا في كونيكتر التيكون او الشاشه، ساريكم، لاحظوا الاشارات تبدا بحرف ار، وهو اختصار لكلمه ريسيفر اي مستقبل. يوجد مرسل وهو المذربورد، والمستقبل هو الشاشه. اول شيء ساقوم بتلحيمه هو سلك التغذيه 12 فولت، كما لاحظنا يعني في الشيمة بأن خمس أسلاك مسؤولين عن التغذية، وهذو هما. إذن السلك الأحمر الخاص ب 12 فولت سألحمه مع تلك الأسلاك، مع تلك البينات هادو. إذن على هذا الشكل. الآن سألحم الجراوند أو الأرضي، هذا السلك الأسود سألحمه هنا. نختار أي أرضي في اللوحة يكون قريب ونلحمه. الآن سأقوم بتلحيم أسلاك الداتا هادو، سألحمهم هنا مع هادو، تي اكس 3 سالب و تي اكس 3 موجب، هادو هما. وفي السوكيت ساريكم هاد الاشارات هي نفسها، هي نفسها هاد الاشارات هادي. اذا تي اكس 3 هي الار دي، إذن سألحم الآن السلك الأبيض. السلك الأبيض هو الموجب، والسلك الأزرق هو السالب. الآن سألحم تي اكس كلوك، هادو من الأسلاك الخاص بهم. هذا هو الموجب وهذا هو السالب، أزرق دائما هو السالب. إذا الكلوك هي أيضا نفسها، سأريها لكم، هي هذه الاير كلوك. إذا سنقوم بتلحيمهم أيضا، ونبقى على هذا الحال حتى ننتهي. بقي بعض الأسلاك هادو الأرضي، إذن سأقوم بتلحيمهم مع الأرضي. إذن كما تلاحظون لقد ركبت الآن جميع أسلاك الداتا
واسلاك التغذيه واسلاك الارضي. بقى لي سلك واحد هذا هو، هذا خاص بالصوره الشبحيه، لن اركبها الان حتى اجرب، ربما تكون الصوره معدله بدون حاجه لتركيب هذا السلك هذا. اذا لقد انتهينا كما تلاحظون، العمليه جد بسيطه. هذا هو التيكون خاص بشاشه LG، الآن سأقوم بالتجريب، تابعوا. إذا لقد قمت بتركيب الشاشة كما تلاحظون، كل شيء جاهز. الآن سأقوم بتوصيل الكهرباء. بسم الله. إذا كما تلاحظون ظهر اللوجو، أعتقد واجهتنا الصورة مقلوبة وأيضا صورة شبحية. إذا لاحظوا صورة شبحية ومقلوبة. بالنسبة للصورة الشبحية يمكنني يعني تركيب ذلك السلك الخاص بالصورة الشبحية والدخول إلى السيرفيس مينيو والتعديل يعني الصورة الشبحية من خلال السيرفيس مينيو، ولكن يمكننا التعديل عليها يدويا هنا من التيكون، سوف أريكم كيف. إذا كما لاحظنا في الداتا شيت بأن هذا البين هذا هو المسؤول عن الصورة الشبحية. لاحظوا، سوف أقوم باستعمال المالتي متر، نضعه على وضع الدايود. إذا نضع السالب مع السالب هكذا، والموجب سوف نضعه في البين الخاص بالصورة الشبحية هكذا. إذا سوف نركز على الصورة. لاحظوا عندما ألمس ذلك البين بموجب المالتيمتر، رأيت من حل مشكل الصورة الشبحية. عندما أزيل يدي أو المجس، لاحظوا تصبح صورة شبحية عندما أوصل، أرأيتم؟ إذن ما قمت به الآن هو إعطاء إشارة في البين أو جهد في البين الخاص بالصورة الشبحية. هذا الجهد هذا صادر من المالتيمتر، لأن المالتيمتر عندما تكون على وضع الدايود يكون في المجسات جهد، طبيعة الحال يكون جهد ضعيف، ولكن هذا الجهد نفعل به يعني خاصية الصورة الشبحية. إذا ما سأقوم به الآن هو إدخال جهد في هذا البين هذا، وهذا الجهد هذا يكون 3 فولت. الثلاثة فولت سوف نأخذها من الإبروم، لأن الإبروم يتغذى على 3 فولت. لاحظوا الإبروم يتغذى على 3، أي 3.3 فولت. هذه 3.3 فولت سوف أقوم بإدخالها في هذا البين هذا الخاص بالصورة الشبحية. سوف أستعمل جامبر سلك هكذا مباشرة، ولكن من الأفضل لو استعملنا يعني مقاومة. إذا هذا ما سوف نقوم به، فتابعوا. إذا على هذا الشكل كما تلاحظون، الآن سأقوم بالتجريب. سأشغل الآن، بسم الله. إذا اللوجو ظهر بلونه الطبيعي كما تلاحظون. إذا مشكل الصورة الشبحية لقد انحل الآن. الآن بقت لنا الصورة المقلوبة. الصورة المقلوبة حتى هي يمكننا التعديل عليها من التيكون. فعليكم أن تعرفوا شيء، يعني كل أجهزة أو كل شاشات LG تقريبا يمكننا تعديل الصورة المقلوبة يعني من خلال التيكون فقط. لاحظوا هنا ويوجد مكان مقاومة فارغ لقلب الصورة، سوف نقوم بتحويل هذا المقاومة، إزالتها من هنا وتركيبها هنا. ولكن قبلها سأريكم شيء، سنأخذ المالتيمتر ونحولها أيضا
أو مرة أخرى إلى وضع فحص الدايود، ونأخذ مجسات المالتيمتر. الآن سوف نعكس العملية، سوف نأخذ الموجب ونضعه في سالب التيكون، وسالب المالتيمتر سوف نضعه في تلك النقطة، يعني المقاومة، مكان المقاومة. لاحظوا طرف متصل مع الأرضي، إذن سيعطي جرس، والطرف الثاني عندما نقوم بلمسه سوف تقلب الصورة. إذن سأريكم، لاحظوا سوف نركز على الشاشة، هي سأقوم بلمس تلك البين بالمالتيمتر. إذا رأيتم الصورة الآن، هذا يعني الارتعاش هذا بسبب المالتيمتر. إذا لاحظوا مرة أخرى، عندما ألمس، عندما أزيل، عندما ألمس، تصبح الصورة الآن. إذا أتمنى أن تفهموا هذه النقطة هذه، وسوف أشرح لكم أكثر عنها. عليكم أن تعرفوا شيء، الأجهزة الديجيتال لغتها هي الصفر والواحد. صفر يعني أوف، واحد يعني أون، أو صفر لا يوجد جهد، وواحد يوجد جهد. في هذا البين الخاص بالصورة الشبحية لم يكن جهد، فاضطررنا، كان صفر، فاضطررنا لإدخال جهد، أي ليكون واحد. لاحظوا لو فحصنا رأيتم 3.3 فولت، إذن لقد أدخلنا، كان صفر وأرجعناه واحد، كان أوف وأرجعناه أون. كذلك ومثال في هذا البين الصورة المقلوبة، ولكن بشكل معكوس. هنا في البين الخاص بالصورة المقلوبة لو فحصنا سوف نجد جهد. لاحظوا رأيتم يوجد جهد الآن، فهو واحد أون. علينا أن نرجع أوف، لكي نرجعه أوف علينا بإيصاله مع الأرض لكي يصبح صفر. الآن فهو واحد، أفهمتم هذا المبدأ هذا؟ إذن ما سوف أقوم به الآن هو إزالة هذه المقاومة من هنا وأركبها هنا. بالنسبة للمالتيمتر، عندما عكست يعني وضعت الموجب في السالب هكذا، فبهذه العملية أعطينا يعني شحنة سالبة في هذه المنطقة هذه، وهذه الشحنة السالبة هذه يعني في أعطت صفر في النقطة، وأيضا يعني أزالت ذلك الجهد. أفهمتم؟ أتمنى أن تفهموا هذه المسائل هذه. إذا لنقوم بهذه العملية، فتابعوا. إذا على هذا الشكل كما تلاحظون، الآن سأقوم بالتجريب. إذا لقد ظهر اللوغو لكن بلونه، بلون غير طبيعي. الصورة الآن لم تعد مقلوبة، ولكن أعتقد ألوان غير طبيعية، حتى أن هنا رأيتم هذه تظهر زرقاء، المفروض على ما أعتقد تظهر صفراء. وأيضا مشكل آخر وهو صورة فليب، هي ليست مقلوبة ولكن فليب، رأيتم؟ هذا كله سوف نحله إن شاء الله من سيرفيس ميني للتلفاز. عالجنا مشكل الصورة الشبحية من التيكون، والصورة المقلوبة من التيكون أيضا، هذا المشكل سوف نعالجه من سيرفيس ميني. واجهتني مشكل يعني في الشاشة، لاحظوا في هذه الجوانب،
رأيتم الشاشة يعني كبيرة على الأخرى نوعا ما، أكبر حجما قليلا، فلهذا سوف أقوم ببرد أو إزالة هذه القطعة البلاستيكية وهذه أيضا لكي تثبت الشاشة في مكانها بشكل صحيح. وأيضا هنا تحت المسطرة سوف أقوم بإزالة يعني أجزاء بلاستيكية. إذن هذا هو، فتابعوا. إذن على هذا الشكل كما تلاحظون، يعني من جميع الزوايا ثابتة في مكانها. وأيضا لقد وضعت شريط لاصق على المسطرة لكي لا يقع تماس أو شيء عندما نقوم بتركيب هذه القطعة الحديدية. وأيضا لا ننسى شيء مهم، هذه المادة هذه تكون في تلفزيونات البلازما تساعد على تبريد المكونات الإلكترونية. نضع واحدة فوق الكوف على هذا الشكل وأخرى فوق الكوف على هذا الشكل لكي تساعد في التبريد، في تبريد الكوف، لأن نظام الشاشة التي كانت مركبة من قبل كوف واحد. لاحظوا عمله هنا، هذه تلامس الكوف لكي تساعده في التبريد. أتمنى أن تصلكم الفكرة. وثم نركب هذه القطعة الحديدية على هذا الشكل. هكذا كل شيء سهل وله حل. إذا تابعوا الآن بعد تجميع التلفاز كما تلاحظون سأقوم بتشغيله ونقوم بحل تلك، أريكم طريقة حل ذلك المشكلة الذي واجهنا. إذا سأقوم بتشغيل الآن، لاحظوا اللوجو كيف هو. رأيتم الصورة، ألوان غير طبيعية وأيضا صورة فليب. لاحظوا الأرقام والكتابة كيف تظهر الحروف. إذا ندخل للمود سيرفس للتلفاز. إذا نطفئ التلفاز من الريموت ثم بالتتابع نضغط على هذه الأزرار، هادو أنفو مينيو ميوت باور. إذا لقد ظهرت القائمة السرية كما تلاحظون. طبعا يمكننا يعني تغيير او تعديل الصورة المقلوبة وايضا الصورة الفليب على هذا الشكل من السيرفيس ميني، ولكن لا نستطيع الدخول لان هذه الحلول كلها موجودة هنا في الادفانس. عندما نضغط عليها اوكي لا يتم اختيارها، وحتى خاصية الاكسبر هاي غير متاحة. فهذه الخاصيات الغير متاحة الآن، فيمكن للأشخاص المهندسين الخاصين بالشركة أن يدخلوا إلى هاد القوائم هادو المقفولة الآن، ولكن نحن الآن ليست متوفرة لدينا. هما على ما أعتقد عندهم ريموت كنترول خاص أو كود خاص أو شيء من هذا القبيل، وهو متاح هذا الأمر هذا ويستخدموه يعني بعض التقنيون، ولكن مبدأ الاحتكار فهو يعني هذه المسائل لن تجدها في الانترنت. ربما سوف أبحث إن شاء الله، وعندما أتوصل إلى هذه الطريقة هذه كيف نفتح هذه القوائم هذه المخفية هذه سوف أشاركها معكم بالتأكيد. فأنا أشتغل بمبدأ لا للاحتكار. المهم نذهب إلى الخاصية الأولى Option على هذا الشكل، ثم نختار Type. هذا Type هذا هو الخاص يعني بالشاشات. سوف نغير الشاشة، يعني تايب الشاشة سوف نغيره.
أنا عادة عندما أقوم بهذا التعديل، عندما أركب شاشة LG في تلفزيونات سامسونج، أختار هذا الموديل. هذا سوف أريه لكم. هذا 27، نختار هذا. أنا عادة ما ينجح معي هذا التايب هذا. إذن نقوم بالخروج من سيرفيس مينيو ونطفئ التلفاز. ثم نقوم بتشغيله من جديد. لاحظوا الآن اللوغو ظهر بألوان طبيعية، ولكن فليب لنرى الصورة. لاحظوا الصورة الآن، يعني الألوان أصبحت الآن. إذن لا يهم، سوف نقوم بتغييرها أيضا من السيرفيس مينيو. ما يهمنا هو الصورة الآن أصبحت يعني غير فليب، رأيتم؟ إذن سوف ندخل للسيرفيس مينيو من جديد، نطفئ التلفاز، نضغط بالتتابع على أنفو مينيو ميوت باور. القائمة من الجهة الأخرى. إذن سوف نختار على ما أعتقد كنترول سوب أوبشن. سوف نختار آية LVDS فورما. الآن فيزا جيدة، جيدة هي التي تضبط الصورة الآن. الآن كما تلاحظون الصورة بشكل طبيعي. إذن سوف نخرج من القائمة على هذا الشكل، نطفئ التلفاز من الريموت، نشغله من جديد. لاحظوا اللوغو بقي فليب، ولكن لا يهم، لا يهمنا هو الصورة، الصورة الآن طبيعية. إذن هذا هو أصدقائي، أعتقد بأنني كفيت ووفيت في هذا الموضوع ديال تركيب شاشة من نوع آخر في تلفاز من نوع آخر. فالآن نأتي للنهاية، ولا تنسون أصدقائي باللايك. أريد هذا الفيديو أن يصل إلى أكبر عدد من اللايكات. أنا عادة لا أطلب منكم لا لايك ولا اشتراك ولا شيء، ولكن علينا أن يعني نمشي بهذه القناة إلى الأمام إن شاء الله بفضلكم أنتم، فكل شيء بفضلكم، بفضل الله أولا ثم بفضلكم أنتم. يعني أنتم إن أردتم أن توصلوا هذه القناة إلى مليون مشترك سوف توصلها. عموما أريد أن أصل إلى 200,000 مشترك قبل نهاية هذه السنة. هذا فضلا وليس أمرا. إذن أصدقائي مع السلامة وإلى الفيديو المقبل.